هو حلم تحقق لهؤلاء بعد إثبات جدارتهم وقوة اختراعهم الذي أبهر لجنة التحكيم وأهلهم للتنقل لمرحلة نصف النهائية من مسابقة المخترعين الشباب في طبعتها الرابعة والانضمام إلى الوكالة الأمريكية نازا، أمر خيالي أثلج صدور الرابحين وقدمهم خطوة نحو تحقيق أحلامهم. Alors, حنا نقراو في لينالك. الاسم تاع التيم تاعنا هي دبليو مارس، وانا بارتيسيبي في التشالنج نازا سبيس اب تشالنج، اي اون ايو لو بروميير بري. اون اي تري كونتون بور سا، سيتي اون اكسبيريونس بزاف كبيره. قعدنا 3 ايام، كلينا هنايا، رقدنا هنايا، عيينا، خدمنا اش 24. سيتي تري ديفيسيل، مي على فان بالتيم وورك الحمد لله نا بي افوار لو بروميير بري. معكم فريق اي 711، فضل المجهودات تاع افراد الفريق توفقنا الى احتلينا المرتبه الثانية في هذا التحدي. الأفكار يعني الكثير من الأفكار يعني الرائعة، يعني جميع الفرق قامت بيعني أدوار مهمة ويعني تطبيقاتها أيضا ومشاريعها يعني جد مهمة. حكام قادموا من مختلف البلدان وبمستويات مختلفة أيضا، هدفهم تأطير المتسابقين وترسيخ مواهبهم. أنا جد متحمسة لمشاركتي كحكم في مسابقة تطبيقات نازا الفضائية، أين تمكن المتشاركون من عرض أعمالهم التي تؤهلهم لمستوى وكالة نازا. الفائزون اليوم لهم الفرصة لتطوير أعمالهم في التعلم والتسابق عالميا في مسابقة تطبيقات نازا الفضائية. نختار الفائز عبر معاينة اختراعه الذي يلبي شروط المسابقة حول موضوع كوكب مارس. احنا شاركنا في هذه المناسبة للمسابقة لتشجيع هذو الزينيساتيف. احنا لاحظنا مستوى لا بأس به للمدة القصيرة اللي كانت عندهم باش يطوروا المشاريع تاعهم. جينا نشجعوهم ونعطوهم نصائح لكي يعملوا المشاريع بأحسن صورة. هي مسابقة كفيلة باكتشاف مواهب لم تمنح لهم الفرصة سابقا، مواهب ومخترعون يافعون تنقصهم فقط فرصة الإشراق واللمعان وإظهار باطن أفكارهم.